خرج البيان الختامي للقمة الخليجية 37 بالعديد من التوصيات التي تحقق التكامل الخليجي في العديد من المجالات. المجال الاقتصادي أخذ النصيب الأسد من هذه التوصيات ليتحقق الاستقرار للمواطن الخليجي. قمة استثنائية أتت لتترجم طموحات الشعوب الخليجية على أرض الواقع، خصوصا فيما يخص التكامل الخليجي في شتى المجالات، لا سيما الاقتصادية منها. كان هناك حديث عن ما أنجز في الجوانب الاقتصادية وشيء يثلج الصدر، وإن لم يكن مشاهدا من المواطن الخليجي إلا أنه موجود فعلي. يعني هناك بعض الأمور لا يشاهدها المواطن الخليجي وليست من القرارات الشعبوية التي يطالب بها. هناك إنجازات مثل التكامل أو الربط المائي والكهربائي والمواصلات أو تطوير الوسائل أو المواصلات بين دول مجلس التعاون، بحكم أن هذه هي من اللبنات الأساسية في عملية التنمية، أن توجد مواصلات حديثة تربط دول المجلس. أيضا تحدثوا عن الشباب وعن توحيد المناهج خصوصا في المراحل الأولى من التعليم. أيضا تحدثوا عن الاستمرار في مواجهة المخاطر الخارجية كالإرهاب والتهديدات الدولية. قرارات من شأنها أن تضيء الطريق أمام الحكومات الخليجية لتتوحد الرؤى والمساعي لتحقيق استقرار دائم للمواطن الخليجي. الحقيقة هو يعني بيان تفصيلي ومحتوي على كثير من القرارات، سواء على مستوى متابعة الأعمال السابقة أو تحديد المواقف من الأحداث اللي موجودة. يعني نقدر نقول أكثر شيء يعني شدني في القرارات في الجزئية اللي تتعلق بمواصلة التعاون المشترك وأيضاً دعم تنمية المرأة في المجتمع. القرارات تصب في اتضاح الصورة الحقيقية لهذا المجلس وموقفه من كافة الأحداث في المنطقة، سواء ما يتعلق بالأحداث الداخلية أو بالأحداث الخارجية مثل سوريا مثلاً واليمن. فنقول إن شاء الله كلنا أمل في مواصلة هذا التكاتف والتعاون. القمة الخليجية أكدت أيضاً على تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات العسكرية، مشيرة إلى الخطوات التي تحققت لإنشاء القيادة العسكرية الموحدة بين الدول الأشقاء. كما حملت القمة تأكيدات على مواقف دول المجلس الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف ونبذها لكافة أشكاله وصوره. قمة ركزت بشكل كبير على التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، اختتمت أعمالها اليوم في ظل اهتمام غربي واسع بالتحديات التي تواجه قادة وزعماء دول المجلس. سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.